يا صحبة الخير، يا نخبة الإيمان، لله أسلمت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرضا عن صحابته الغر الميامين الذين أوصلوا لنا هذا الدين، رضي الله عنهم أجمعين. نجمنا لهذا اليوم هو صحابي من السابقين إلى الإسلام، وهو أخ لأحد الخلفاء الراشدين وقد سبقه إلى الإسلام، وكان من أوائل المهاجرين إلى المدينة المنورة. كان حامل لواء المسلمين في معركة اليمامة، وكان يحمسهم ويصيح بهم لكي لا يتراجعوا، فقال قولته الشهيرة: أما الرجال فلا رجال. قتل في معركة اليمامة، كان أسمرا طويلا، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا، قال عنه أخوه الخليفة الراشد: سبقني إلى الحسنيين، الإسلام والشهادة. فمن هو نجمنا لهذا اليوم؟ والسلام عليكم ورحمة الله. يا صحبة الخير، يا نخبة الإيمان، لله أسلمتم للواحد الديان والمصطفى الهادي، كنتم له